فضل عزم. من استاد الفلاحين استاد غزة المحلة، وقبل لقاء غزة المحلة وطلائع الجيش، اللقاء الهام بالنسبة لغزة المحلة وجمهوره، خاصة أن هذا الجهاز هو اللقاء الأول له الكابتن نبيل خروب المدير الفني لقطاع الناشئين، والكابتن أشرف شيحة مدرب فريق الشباب، تم تصعيده من الفريق الأول. الآن يسعدنا أن يكون معنا الكابتن أشرف شيحة نجم المحلة والمدرب العام لنادي غزة المحلة. كابتن أشرف، النهاردة طريقة جديدة لأول مرة في منذ 10 لقاءات، أو هنقول بقى منذ كان غزة المحلة في الدور الممتاز، المحلة بيعود لطريقة 3 في خط الدفاع، أحمد عبد الرحمن وخالد عبد الرازق وأحمد عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بمس على كل اللي موجودين في الاستوديو. ممكن حضرتك بتتكلم في الطريقه اللي احنا بنلعب بيها اللي هي بثلاثة ورا، لا هم ثلاثة شبيهه باربعه، ان الباك العكسي اللي هيبقى مش في اتجاه الكوره هيضم في نص الملعب، هيقفل مع الاثنين بتوع قلب الملعب، الاثنين الديفندر، وبنلعب باثنين فراوده وتحتيهم لعيب، بنلعب يبقى كده بنلعب بثلاثه. وان شاء الله ان شاء الله لو اللعيبه نفذت اللي الكابتن نبيل قال عليها يكون الفوز في صالح المحله باذن الله. كابتن، في تغييرات كتير في التشكيل، حسام غالي بره، وجود خليفه، عندك ايضا اصابات لكن اصبحت مش مؤثره، لان انت عندك الاماكن ملانه، لكن النهارده بتلعب باثنين مهاجمين ايضا، والريتران يعتبر هجوميه. انا بلعب في ملعبي، ده المفروض ان انا كان وضع طبيعي ان انا اي فرقه بتيجي في ملعبي ان انا بلعب بطريقه هجوميه، انا عايز اكسب، ان انا بلعب في ملعبي. طب لو انا ما كسبتش وانا في ملعبي هكسب امتى؟ كابتن، في نقاط كده ايه اللي قلت له اللعيبه قبل هذا اللقاء؟ والله احنا حاولنا في الفتره الاولانيه مع كابتن نبيل ان احنا نعالج الحاله النفسيه للاعيبه فيها، ان انا مقتنع على قناعه تامه ان اللعيبه دي امكانياتها كويسه، بس غايب عنها مثلا عنصر حته الفوز مأثره شويه، كلام الناس بتتكلم على الفرقه كتير قوي. يمكن في نفس موقفنا حرس الحدود وكان فرقه، اشمعنى غزل المحله اللي الناس بتتكلم عليه بالطريقه دي في مجلس ده؟ غزل المحله نادي جماهيري، نادي اخذ دوري ممتاز من السبع العظماء، وما تنساش ان هو برده طالع لكم من افضل الاجيال، ما هو لسه طالع من الدرجه الثانيه، ولاعيبه لسه جايه جديده، لسه طريقه اللعب اللعيبه مش بتتاقلم مع نفسها، اللعيبه انا على قناعه تامه ان اللعيبه امكانياتها كويسه، وان شاء الله النهارده هتبقى البدايه. كابتن، سؤال الاخير، تم تعيينكم جهاز مؤقت ولا جهاز دائم؟ والله احنا لغايه دلوقتي احنا جايين في مهم اتسند لنا من المهندس ابراهيم بدير ان احنا موجودين في الفرقه النهارده، هنادي نعمل اللي علينا ونسيب الباقي على ربنا، والقرار بيبقى المجلس الاداري. شكرا كابتن اشرف، بالتوفيق الافضل ان شاء الله. عوده الى الاستوديو مع الكابتن احمد جمال ونجوم التحليل الكبار.